السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في هذا الفيديو عندنا بزاف ديال الاخبار مهمه. اولا غادي نبداو مع التصريح القوي والحماسي من المدرب حسين عموشه قبل مباراه الغد ضد المنتخب الفلسطيني في كاس العرب، وثانيا غادي نشوفوا شنو قال المدرب توماس توخيل على المغربي حكيم زياش والغياب ديالو اللي غادي يكون في شهر فبراير بسبب انه غادي يكون مشارك في كاس افريقيا. واخيرا غادي نختموا مع ايليا الشاعر وشنو قال على المنتخب المغربي في حواره الاخير في برنامج ليك اوف 72. ونبداو مع تصريحات المدرب حسين عموشه واللي قال في الندوة الصحفية قبل مواجهة المنتخب الفلسطيني انه ركز اكثر على الالتزام بالتكتيك تحضيرا لكأس العرب، وايضا قال نحن في تركيز كبير في مباراة الغد ومنتخب فلسطين لم يأتي الى قطر للنزهة. واكد ايضا ان المنتخب السعودي منافس المغرب في كأس العرب ويتوفر على امكانيات كبيرة على الرغم من انه سيشارك بالمنتخب الاولمبي، مبررا ان مواجهة الاخضر السعودي لن تكون سهلة. واضاف المنافسة على اللقب ستكون صعبة، يجب ان نكون حاضرين ذهنيا وبدنيا وتكتيكيا، لذلك يجب علينا ان نقدم كل ما بوسعنا للوصول لابعد نقطه في البطوله، والبدايه ستكون امام المنتخب الفلسطيني الطموح. واشار ايضا انه وجد صعوبه كبيره في تحديد اللائحه وايضا في تحديد التشكيله الاساسيه، مضيفا انه كان هناك تاخر في التحاق بعض اللاعبين نظرا لمشاركتهم مع انديتهم. وختم المدرب حسين عموشه التصريحات ديالو قائلا بانه لا يؤمن ان هناك منتخب صغير، قائلا ان اللاعبي عليهم ان يلتزموا داخل الملعب بالعمل الذي تم انجازه في التدريبات. وكالعاده كما سمعتوا التصريحات ديال المدرب حسين عموشه كتكون في الغالب عقلانيه اما موعد المباراه غدا ان شاء الله على الساعه 5 مساء. وكما عارفين جميع مباريات كاس العرب على قنوات بإن سبور مفتوحه. اما عن حكيم زياش ففي المؤتمر الصحفي ديال توماس توخيل قبل مباراه الغد ضد فريق واتفورد وبعد ما اعلن الفيفا او الاتحاد الدولي لكره القدم اقامه مونديال الانديه من 3 الى 12 فبراير، علما ان كاس افريقيا غادي تكون بين 9 يناير الى 6 فبراير. هادشي اللي خلى الصحفيين سولوا المدرب توماس توخيل على كاس العالم للانديه في فبراير ومدى تاثير ذلك على موسمك وهل يمكن ان تكون بدون ادواردو ميندي وحكيم زياش. الجواب ديالو كان كالاتي: ميندي وزياش سينضمان لنا في كاس العالم للانديه حتى لو بلغ نهائي كاس افريقيا. وقال ايضا سيكون ذلك في فبراير، علينا اولا خوض مباريات ديسمبر ويناير، لا اشغل بالي بالامر الان، تركيزي ينصب على لقاء الغد امام واتفورد. ومن تصريحات ديال توماس توخيل وحتى الاسئله ديال الصحفيين كيبان انه فعلا حكيم زياش غادي يكون في كاس افريقيا ان شاء الله كما اعلنت البارحه جريده المنتخب، وهذا خبر مفرح جدا. وواحد ملاحظه وهو ان الفيفا لا تحترم الكاف بتاتا، كانوا عارفين ان كاس افريقيا في فبراير ورغم ذلك تم تحديد موعد مباريات كاس العالم للانديه في نفس الشهر. اما عن الدولي المغربي الاخر ايليا الشاعر لاعب فريق كوينز باك رينجرز اللي استضافوا البارحه برنامج ليك اوف 72 واللي هضر على بزاف ديال المواضيع اللي منها المنتخب الوطني المغربي، بحيث قال اللعب للمنتخب المغربي تجربه جديده لم اختبرها من قبل، لقد علمتني الكثير من الدروس لانه يمكنك التدرب بقدر ما تريد هنا في فريق كوينز باك رينجرز، لكن عندما تذهب الى المغرب وترى كل هؤلاء اللاعبين الدوليين يلعبون في الدوريات الكبرى فجاه يصبح الامر مختلف تماما. بمجرد ان تلعب مع لاعبين افضل وبامكانيات عاليه تصبح انت ايضا لاعبا افضل وهم يعلمونني الكثير من الاشياء. وهذا كان كلام ايليا الشاعر على المنتخب الوطني المغربي. وختاما كيبقى الراي ديالكم كيف العاده، كان معكم اسلام في امان الله ومع السلامه.